دابا حنا اللي واقف علينا في الحلق هو ان عندنا الضحايا، لان اكرام الميت هو دفن. عندنا ضحايا هنا، عندنا الامهات ديالنا، عندنا عمامنا، بغينا غير ندفنوهم. راه ما يمكنش ان نهار وقع يعني هذا الزلزال هذا امتى وقع؟ نهار الجمعه مع 11، واش هو اليوم؟ راه ازيد من 72 ساعه دابا اللي دازت وهاد الناس باقي ما دفناهمش، يعني راه الريحه عطات. وملي جينا دوينا مع المسؤولين، دوينا مع رئيس ديال الجماعه، دوينا مع القياده، اشنو قالوا لينا؟ قالوا لينا خصكم تحملوا المسؤوليه ديالكم، اللي دفن شي واحد راه غيتحمل المسؤوليه، وراه كاين العواقب. ملي قلنا لهم واش هما العواقب، قال لهم العواقب هو ان راه ما غنعطيوكم شهاده الوفاه، واللي عرفناه انه هو اللي كيتحمل المسؤوليه راه غادي نتابعوا. اذا واش حنا ماشي مسلمين؟ واش حنا ماشي بشر؟ راه ما يمكنش، راه اليهود اليهود يا صاحبي شحال هادي وانت شي واحد ما طلع علينا ولو اي مسؤول وتقول لك اش ولا شي حاجه. راه حنا لا الله الشباب الله يرحم والديكم، راه هذا اللايف هذا غنقطعوا، فالله يرحم والديكم. بارطاجيو هاد اللايف، اي واحد كيشوف هاد اللايف هذا يبارطاجيو. راه هاد اللايف هذا راه هو الاول، علاش؟ حيت فيه خوتنا مواتنا وخواتاتنا، فالله يرحم والديكم. هاد اللايف هذا كيبقى دين عليكم، الا ما بارطاجيتوش بحال هاد اللايف هذا ما وصلتوش صوت ديال هاد الناس هادو، فراه نتوما وبين الضمير تاعكم. الا خلاكم الضمير